نعم شروق، بحسب الداعين لهذه الحراك أو الحراك التصعيدي المندد بالوضع السياسي الراهن، وبحسب العديد من القوى السياسية التي تناوي هذا الوضع الراهن وتطالب بالحكم المدني، تقول إن من أهداف هذه الثورة، ثورة ديسمبر، هي الحرية والسلام والعدالة، منددة في بيانات مختلفة إذا كانت من القوى السياسية أو تجمع مع المهنيين أو قوى الحرية والتغيير، بما وصفته بالانقضاض على الحريات، إذ إن تقول ذلك في سياق ما تصفه بالحملة الممنهجة لقوى الحرية والتغيير. بحسب المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار المؤتمر السوداني، حيث قال رئيس الحزب عمر الدقير إن هنالك حملة ممنهجة ل اعتقال قادة قوى الحرية والتغيير، وأنهم ماضون في مسيرتهم المنددة بهذا الراهن السياسي ولن تثنيهم مثل هذه الأعمال. في المقابل يقول تجمع المهنيين أنه أحصى ما يفوق 100 معتقل بسجن سوبا شرقي العاصمة الخرطوم، ويقول أنهم لم تقدم إليهم أي تهم أو دعاوي جنائية، بينما ناشد المكتب الموحد لأطباء السودان كل الساعين للعمل الإنساني نتيجة لهذه ومن هيئات الوقوف نتيجة لهذه المناشدة طارق، التي طالبت أو طلب بها المكتب الموحد للأطباء، المنظمات الإنسانية والكيانات الإقليمية والدولية، هل هناك استجابة لهذه المناشدات؟ حتى الآن شروق لا جديد بحسب كثيرين من المقربين إلى هذه الأجسام الثورية وإلى قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، أن الأمر ما يزال في موقفه، أن هنالك عدد من المعتقلين بحسب تجمع المهنيين، وأنهم داخل سجن سوبا شرقي الخرطوم. ويقول المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بأن هنالك أوامر قبض وليس هنالك اعتقال بحسب المستشار الإعلامي. إذن الآن بحسب تجمع المهنيين أن ما يفوق 100 معتقل داخل سجن سوبا شرقي الخرطوم، بينما المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي يقول إنها ليست اعتقالات، إنما هي أوامر قبض. الساعات القادمة لربما تفضي بكثير من المعلومات بخصوص إذا كانت هنالك اعتقالات أو أوامر قبض، وإذا كانت أوامر قبض ما هي الدعاوي وما هي التهم الموجهة لهؤلاء. نعم، شكرا طارق بابكر مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم.